أولا يعني بمناسبة يعني ذكرك لما ذكره عمدة لندن، هذا الرجل النبيل الشجاع حقيقة لفينستون، وقد شهدنا شجاعته في الصيف الماضي، وقف ضد الصهاينة وضد افتراءاتهم، والآن وقف موقفا نبيلا وشجاعا آخر بالتصريحات التي صرحها وكشف الأسرار وهتك الأسرار التي كان يختبئ وراءها الذين دبروا هذه الأشياء، وفضح الرجل بكل شجاعة هؤلاء وأنهم من الموساد ومن معهد معين، وكتب هذا في تقرير. أنا يعني أحب أن أوجه التحية والشكر إلى هذا الرجل من منبر الجزيرة، لأن الإسلام علمنا أنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس، يجب أن نشكر هذا الرجل الذي وقف موقفا ينقص الكثيرين من رجالات العرب والمسلمين الذين لم يقولوا كلمة الحق وهم يعرفونها. هذا الرجل قال كلمة الحق رغم أن قد تكلفه الكثير من سيقف اللوبي الصهيوني ضده ويحاولون أن يشوشوا عليه ويشوهوا سمعته، ولكننا نقول له امضي في سبيلك ووراءك الأحرار والشرفاء من أنحاء العالم. مساء الخير فضيلة الشيخ العلامة. من نظم الحملة ضد العلامة القرضاوي هو يجال كرمون سيدي، الذي أسس مؤسسة ممري. يجال كرمون هو مجرم حرب، هو مدير المخابرات العسكرية في الضفة الغربية المحتلة، هو قائد قوات لحد في جنوب لبنان، والذي ارتكب العديد من الجرائم في حق الشعب اللبناني، وهو الذي نظم نفس الحملة ضد قناة المنار. لقد أوصلت العديد من الوثائق حول الجرائم التي العنصرية التي ترتكبها ممري في حق المؤسسات، وعلى سبيل المثال أيضا هو الذي ساهم في إغلاق مؤسسة زايد. هذا هو مجرم حرب عنصري يا سيدي، وقد وصلت المعلومات الكاملة لرئيس بلدية لندن، وأبدت اشمئزازي أن تنحدر الثقافة السياسية في لندن لمستوى أن تلقي بقيمها في مستنقع الإعلام العنصري. ما يحزنني جدا أن أرى أن مجرم الحرب هذا يتم تقديمه في فضائيات، من بينها هذه الفضائية التي أكن لها احترام عالي جدا كخبير في مناهضة الإرهاب. هذا الإرهاب الدموي العنصري القاتل يا سيدي يقدم كخبير لمناهضة الإرهاب. لقد قدمت في فضائية المنار برنامج كامل حول الجرائم التي ترتكبها ممري والتي ارتكبها هذا المجرم. ما يحزنني جدا أنه لم نستطيع لغاية الآن، بل ورد شبكة، وأنا أناشدك أن تبادر ببلورة شبكة لكشف الجرائم التي ترتكبها ما تسمى، هذه ليست مؤسسات إعلامية يا سيدي، هذه هي مؤسسات عنصرية، والعنصرية ليست وجهة نظر وإنما جريمة.